فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم وكيل اعمال اللاعبين المثير الجلال كما سميته وسيم التيب. باهي التسمية والله في بلاصتها خاطر بالحق وسيم نحضر في الحصة نتاعي انا قبل الحصة نكتب وسيم التايب مثلا في جوجل نخرج لي وسيم التايب بتاعك مع فلان وسيم التايب بتاعك مع فلان خاطر انا ما نحسمش فهمتني ديما نواجه العباد الكل ما عنديش اللي في بالعكس توك شويه رزن تو خاطر الاكسبيريونس وديما حتى المتر فهمتني يا انيس ديما يقول لي انا ارزن شويه اي متشنج شويه انت فهمتني ساعه على الاقل احنا هكاك فهمتني جماعه السيد شويه متشنج لا هو واجلين بيهم جماعه السيد ناس طيبه اخوك كان مجلين بيهم هذه متعلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا اللي يسمعوا فينا غادي اي خاصه احنا في الشير نتاعنا واحد واحد في ساعه ما يتشنج اما الحمد لله تا واحد عمل اكسبيرينس لازم ياخذ كل شيء برزانه وبعقلانيه وان شاء الله باهي وصلنا الموضوع على قد الفادع هاي لو كانت واضحة لنا شنو الحكاية بالضبط والله موضوع رائد انا اقسم باش نقول لك موضوع التعدى صعيب علي على الاخر ولتوا ما انا مصدوم منه علاقة كانت كبيرة بيني وبين رائد ما انا علاقة بتاع 7 سنين توا بالضبط ما انا رائد من اللي بديت نخدم بريسكو معايا من اللي هو صغرون حضرنا سيزون بالباهي ما انا قلنا باش نعملوا بروجرام باهي رينوفالمون في الترجي يده يخرج لبرا الله غالب معناها انا حسب علاقاتي انا معناها باش نحير انا في كونترا رائد ما نحيرش اما كي جا فهمتني في جانفي بالضبط جا بروبوزيسيون من رياض بن نور وعطاني انا ممكن عطاني لي معناها تقابلت انا وياه وقت اللي كلم رائد وقال له شوف مع وسيم هو رياض ممكن يسمع ينجم كلم رائد قال له شوف مع وسيم فاهم انت وياه انا ساعه تفهموا في بعضكم فهمتني جا رياض عطاني عقد فهمتني حكيت انا ورائد صدفة جاية عطاك 10 ملايين شهريا و 250 مليون بريم دو نوتمون هكا ولا هذاك هو اي هو باهي اللاعب شاب باهي اما شو شفتو ما كانش اساسي رائد وقتها ما كان يلعب صحيح ما كانش اساسي باهي وقتها في الاسبيرونس تقول عينه واحد وتحت فيه فهمتني مسكين اللي جات جانا من غدوه يهبط علينا هذايا انتوني فارا في جرة لا غالب هو راه فيها واحد تونسي ما نحبش نذكر اسمه راه فما لاعبي تونسي معناه اللي علينا فيه توا هو اللي عرفني على انتوني فاران راه وعرفنا على وكل لا غالب علاش ما تحب تسميه؟ زي مش معروف وما يفيد حتى حد منه فهمتني كان يلعب لبرا وبعد كي عملت عليه اونكيت انا كما انت عملت عليه اونكيت سمعت به يعمل كل شيء ويضرب لي كونترا ويعمل كل شيء حسي معناها اليوم راد لاعب تونس لعب البرا ومش معروف كيفاش مش معروف لعب درج في كل جمعيه دقيقه يعيش برا حاصل زي هبط علينا ذاك الساقه فهمتني تصور انت لوكوموتيف وزقرب انا كاجون باش نصح في زقرب في لوكوموتيف وتلعب شامبيونز ليغ راد باش يمشي يلعب شامبيونز ليغ كرواتيا علاش ديما موجود هو في الحكايه ذا فاران فاران خاطر هو اللي تعاملت معه في هو تعرفته عليه في راد وعاودت تعاملت معاه مره اخرى في الشتيوي في بريود هذيك نقولوا احنا كي غرب بيك في رائد علاش تعاود معاه؟ وقتها ما نعرفوش اي مرتين ورا بعضهم مرتين مع بعضهم فماش ما تشكش شويه عارف تكلمني قال لي حاجتي بجوار جوار دي كولوار فهمتني؟ وش جوار حاجتي بجوار دي كولوار ها باش نحكي لك من الاخر خويا سيد فاران بعد اللي جاب مزوز ضمن الكونتراتوات فما ملاعب اسمه ايهاب بن خليفه قال لي خويا تصحح له في تونس وبعث لي السي في نتاعو فهمتني وشفته وهو مصح كان في لوكوموتيف وصح تراوين والجرايد تحكي عليه كل شيء قلت له نتفاهم انا وياه بالعكس باش نتفاهم انا وياه في اذا هو فنين واحد فما حتى مشكلة فهمت وانا حاسب ما نعرف فهمت وانت باش تلهب الملاعب هذا في تونس وهو باش تلهب رائد غادي صحيح صحيح بعد خويا السيد هذا فهمتني في الفتره ذي ما نعرفوش اللي هو كونترا احنا كونترا فرحانين كونترا شيخين عم كيف جوه. لازم تثبت وسيم ايه انا غالب خدمتك هذه مش باش نقول لك كيفاش صحيح تحمل الخطا ذا وتو وليت كل شيء بالايميل حتى مع لعبتي بالايميل كل شيء نبعث لهم بالايميل يرجعوا لي بالايميل حتى اذا فما حاجه باش نعلموا بها اذا فما اوفر نعلموا بها بالايميل خاطر هذاك ترس قانوني يا هنا خطا تحمس قلت له لاعب لك في حاجه اللاعب كان في ترجي معناها طموحه يلعب يكون في ترجي في القمه معناها اليوم عمره 23 سنه سبحان ربي لا قدر الله فهم لعبيه تجي تلعب في الدروج يعمل ليغا موكروزي هذا يا ربي ابتلانا بالخطا هذا انا نتحمل مسؤوليتي رائد مازال صغير 23 بالعكس رائد قدام المجتمع وقدام الشارع الرياضي خرج معنا واحد انا خرجت تحملت مسؤوليه الناس الكل تكلم فيا الفامي بتاعي الناس تقرا في فيسبوك معنا تمسيت منها باش نقول لك ما تمسيتش منها توجعت منها اما دارس باش يكون لي في المستقبل باش نثبت في الشقيقه والرقيقه
اما بالله فما شفت الكومنتات على الفيسبوك ما اللي يقول ما عندوش باك، راني انا عندي بي تي اس وبي تي اس تعادل باك بليس دي مش حتى باك، فهمتني ومعادلها في وزاره التعليم فهمتني في 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 تونس وامورها قانونيه، معناها اللغه دي معناها لغه خشبيه مش مشكل تجاوزناها الموضوع نتاع شي يبدو واضحين معناها نكملوا في حكايه رائد الفيدع. العرض اللي حكينا عليه مترجي قبل في نسمه انت كنت صراحه قلت عاود انت قلت له صحح، هو قال لا اللاعب كان يحب يخرج. انت لاعب لاعب خلينا نكملك سؤال وسيم بعد جاوبني. البارح ولا نهار سبت في اي اف ام رائد قال بالقال العكس، قال وسيم اللي هو اللي قال لي اللي قال لي لازم تخرجوا خرجوا ساي خويا رقم لاعبيه يخلصوا يخلصوا برشا في ترجي وانت مشكل مش مش باهي العرض اللي عطاه لك. شو شو هذا فما ربي سبحانه وتعالى فوق الناس الكل، وربي هو تو احنا انا في في وضع معناه استثنائي وكورونا وناس خايفه، راه واحد يخاف ربي. انا بالضبط هاو مسؤول في جمعيه معينه حاضر معايا نهار نحكي انا ورايد وعندي شهد اللي هو رئيس جمعيه في جمعيه معينه، نحكي انا ورائد على على موضوع ترجي وواحد رائد كي جاء العرض نتاع لوكوموتيف وزقرب هذا اللي هو نقولوا وهمي اللي جانا في الميكروب ربي وسيم اللي جانا هو وهمي وتعدى علينا الا غالب فهمتني، رائد بدل له مخه فهمتني مسكين ولا يطمع باش يمشي يلعب في اوروبا. حتى انا وقتها وليت معناه كي جاء هو قال لي قال لي قال انت شجعته باش يمشي زاد شنو باش يمشي فما واحد جاء عرض انا نتحدى جواري جاء عرض يقول له راه لوكوموتيف وزقرب ما يحبش يمشي يلعب في كرواتيا. تو هذا تو هذا كلام هو كرواتيا ما يش نحكيو على فرنسا راد خويا ولا خلينا نكمل لك ما يش نحكيو على فرنسا ولا ايطاليا ولا المانيا، نحكيو على بطوله باهيه. اسمعني شو رائد عمره 23 سنه رائد لعب في سنيور الترجي خالط ملاعبين كبار في الترجي مر عند مدربين كبار يتدرب عند مدرب كبير يخدم مع مسؤول رياضي اللي هو معناها ناجح في جمعيته، هذا كل معناها وسيم التاب ولا معناها سحار باش يسحر رائد الفادع ولا مجرم ولا كي يشوفوا فيك خاطر تغشوا عليك في ترجي قالوا انت هربت ولا ملاعبي. والله صدقني نقول لك حاجه انا خاصه انهم كانوا عاملين معك الباهي اول ما بديت ظهر لي وانت قلت الكلام هذايا اعطاوك الملاعبيه باش باش تخرج مولاي بنور قلت وقف معايا وترجي وقفت معاك اعطاوك ملاعبيه هزيتهم سي حمدي انا معناها سي حمدي وقف معايا وسرياض والاداره الكل انا كنت ندخل الاداره كاني واحد من الاداره انا إيه في انا في هذه تمثيل في المقابل كافئتهم انك هربت الملاعب معناها الملاعب شيء هربت وراهو في ديكا يا اسلام خويا راك تحس روحك راهو الملاعبيه راهم ياثروا عليك للي يولوا ما عادش اليوم الملاعب التونسي راك معنا نحي كعبات فهمتني يرضاو بالقضاء والقدر شو راهو فهم ملاعب يولي يلزك بالسيف يقول لك حطك قدام الامر الواقع تولي تحن على الملاعب شويه. انا اليوم قعدت وكان ترجع استاتي قبل هبطها ليلته هو اللي في بين العرض واحد معناها انا قلت بين معناها بين المخ والقلب ما تنجمش تقرر فهمتني. انا ترجي اليوم انا ما غير من مسكي قدام الجمعيات الكبار نحبهم كل نحترمهم معناها نحترمهم كل انا مكشخ معناها الدم فهمتني معناها جمعيتي هذيك واكثر ونحبها ممكن اكثر من برشا عباد ومن برشا ناس وترجي حاجه اخرى في حياتي انا معناها ما نصورش نهار حس روحي فهمت إيه هذا كلام اما الواقع حاجه اخرى اليوم كاجون الحمد لله جات في رائد ما جاتش جات في موضوع رائد مو في موضوع برشا ملعبيه ما جاتش وكانت الاولويه للترجي في برشا معناها رغم ملعبيه صغار ما ننساوش البيه اللي عملته انا مع ملعبيه صغار هزيتهم من بعلاقاتي انا الشخصيه هزيتهم من الترجي من الاسبوار مشاو يلعبوا اليوم راه شو رفيقك مرجي خدم معايا انا خمس سنين تالي ما تفاهم بعد تالي ما مشى بدل التطاوين وبدل هزيته انا التطاوين وبعد تالي بدل انا حب يبدل ما ممكن ما تفهمناش انا اليوم في الانتاج الحربي يوسف الخميري ملك الميلادي شو اسمه رائد هو منظر القاسمي اضم كل الجينيراسيون خدمت معاه في الترجي وسيم القروي وسيم وسيم كي تقول لي في شتي غلط رائد غلط كيف كيف تعرف انك غلط في الزوز ما تعرف ما يشوه لك شويه سمعتك هذا خويا ما يمسك شويه ومصداقيتك مع الملاعبيه بالعكس اللاعبيه الكل فاهمين اليوم الحمد لله كان جيت خايب ايمن دحمان راه دي ديميسيون وكلمني قال لي فسح لي كونترا جامد لافي ايمن طوف الكواليس نحكي لك فهمتني معنا يومين يكلم وديجا مالك كيف كيف برشا ملاعبيه معنا صديق الماجري توا وكان يطلع كان يكلم فيه معنا خويا ومورال ويوسف وزاعي كل كلموني قالوا لي سريف اخدم على روحك نعرفوك انت شنو الواحد ناس غزرت كان الخايب اللي عمله وسيم في 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 غلطه في خطا ما يغزروش لي انا حسنت وضعيه علاقاتي في السعوديه ولا في الخليج
في وضعية برشا ملاعبية كانوا باش يقعدوا في تونس باش تقعد الإمكانيات نتاعهم المادية ومستقبلهم ممكن يضيعوا. اليوم برشا ملاعبية في جرة وسيم التاب وكان لهم سبب هما ساقيهم غادي يكملوا عليهم، أما في جرة وسيم التاب جاب لهم عقود ضمنت لهم مستقبلهم بنسبة 99% باش يعيشوا متهنين ومرتاحين. هذا ما يغزرولوش العباد، يغزروا كان لأني غلطت في عزيز وفي فراد ما يغزروش. يوسف وزاي الحمد لله يا ربي اليوم من العز الملعبية في الدرجة الأولى في السعودية وكون مستقبل وليصوروا في السعودية، ربي يزيد وربي بقى عليه خير من تونس بعشر ألف مرة. هزيت محمود بن صالح الضمك وطلع معها وبعتلوا تاو نجيوهم وسيم. خلينا نحكيوا شوية على السي اس اس. صحيح وسيم اليوم ممنوع من دخول صفاقس، ممنوع معزم مستيري خويا وصاحبي ونجي لتونس ديما نتقابلوني وياه كل ماتش بريس نتقابلوني بالبلاد صفاقس. نحب نعتذر لهم، جات الفرصة اليوم الواحد باش يرجع روحه وبرشا حاجات فهمتني باش يحكيها ولا عندي باش نمسكي. انا اليوم خذيت قراري بين مروحي بنسبة 90% باش يكون الشغل نتاعي خارج معناها تونس. انا باش تبقى دي غلط مع صفيق زاده دي بوكسون مش غلط معناها ممكن وقتها قلت نحب نعتذر مادام تحط نحب نعتذر ممكن علاش من الجمهور خاطر هما حسوا ولد صغير كيما حسام الحباسي في البريود هذيك وشافوه انا معناها خرجته. اي باه مادام جبت على الحباسي خلينا نكملوا مع الحباسي. شنو صار في حكايه الحباسي؟ هربتوا يقولوا مرتين مرة من صفاقس ومرة من بنزرت. لا بنزرت خلينا نمشيو لصفاقس. باهي صفاقس مش هربتوا، راحوا فما قانون يقول البريود بروتيجي الفتره غير محميه قانونيا فهمتني لازم يشريها للملاعب فهمتني. وهذا من حقه هو، عمل 3 سنين بقى عميل شريها شبي ما حكاوش وقت اللي العكاشي خرج من طراجي مشى خذا البريود بروتيجي مشى للتوال. معناها قبلتها طراجي تغشوا عليك برشا في صفاقس صغاتي فهمتني. تغشوا عليا خاطر ممكن يحسوني فهمتني انا وقت جات في حسام كنت عملتها على خاطر معناها حاجه ممكن نحبها برشا ما غالب ما مشاتش الامور فهمتني زيت تو باش نبقى نحكي فهمتني. وكون ندمت انا سلمان ولا سلمان بن رمضان وقت هو رئيس فرع ناقشته ولا وبعد حاجه لا علينا تو هذه مش سلام عافيني من الموضوع هذا اسمعني شو انا خاطر هنا قعدت كأنت متهم معناها مش متهم كيما تحبش تحكي انا مش نعتذر لهم انا كنت نشوف نحب وقتها انا نشوف في حسام حاجه معناها شو حسام نشوف فيه التو والغدوه بعد غدوه وباش يوصل فهمتني نعرف خاطر هو باهي فهمتني. انا جاني سلمان بعد وقت حسام ياخذ 350 دينار ووضعيته مزريه برشا ماديه في 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 دارهم وفي عائلته واخوها اشرف يصرف عليه هو حسام يصرف على اشرف فهمتني. لا اله محمد رسول الله. جيت شهريته كلمت سلمان قلت له 350 قال لي لا وسيم هذاك هو وانا نعطي فيه تحت معناها مره هيك قلت له سلمان راهو حسن كونتراتو. بعثنا لهم لتر كوموندي وكل شيء عن طريق الاستاذ وقتها كمال العروسي فهمتني على اساس باش نتفاوضوا ما قبلوش باش نتفاوضوا جمل. وشوفوا انتم من السي اس اس مع احترامي خويا معاذ المستيري والمسؤولين اللي خدموا معاه الناس النجاح ولا حتى سلمان ولا سيد منصف اليوم برشا مشاكل في السي اس اس صارت مشكله كبيره وقتها مع سلمان سلمان برمضان صارت مشكله سلمان ديما نكلمه وكلمني ديما انا كان معناها نعطيني شنو هي الحكايه وقتها شنو صار؟ سلمان جاني قال لي لا وما تنجمش تخرج قلت له نجم خرج قال لي قلت له انا نعرف القانون انا نعرفه والقانون تعلمته من كما قلت لك انا تعلمت من سنين برشا ومن بعد مع انيس برشا فهمتني وتعلمت برشا حاجات فهمتني والحمد لله كان جيت انا امي وجاه كيما يحكيو هما فهمتني معناها راني انا ما نفهمش ما دام حكيت على الحباسي شنو صار في الكلوب؟ في الكلوب خويا من نهار اللي صح اتصل بي السيد عبد السلام اليونسي بطلب هو راهو يحب بطلب من المدرب الاسعد الدريدي اتصل بي عبد السلام اليونسي باش نجيب نوقع له في الحباسي كان تشوف الشوشره والعشره نتاع الليل ونجري وتورزاسيون من البلديه وكل شيء ترخيص وكل شيء باش يصح حسام معناها تقول هدايا السيد جايبينه باش معناها سي عبد السلام معناها باش يحللنا في الجنه وقع منه وقعت بالثقه معاه. بعد خويا حسام الحباسي مع عبد السلام اليونسي يهز عليه التليفون لسعد الدريدي استغرب يوم فصل مصحح هو مصحح كونترا ايه مسبوب الكونترا في نعرف مش مسبوب يا اخي سبوا هم جمعيات اي معناها مش قانوني هو كي تحب تتبع قانوني مصحح من الطرفين اي اما مش مسبوب ها مش مسبوب بحكم ان ترديل كليب ما تنجمش تصب تو فهمتني ما تنجمش تصب كونترات تنتردي معناها ما به 8 شهور اللي علينا صبرنا قلنا الكلوب افريكان جمعيه كبيره وكل شيء ونصبروا ونوسعوا بنا ونضحيوا من مكتوبنا وكل شيء حسام يمشي بحذا ولد عمه فهمتني في ارياني بيت بحذاه وكل ملاعبيه سالها فهمتني وضحى بعد ما عاش فيه عاش مشى فهمتني خويا عبد مشى حسام السي سامي المقدمي الكاتب العام سامي المقدمي كيك طلب منه مشى له للبار قال له خويا تو اعطيني ريزيلاسيون دي كونترا اكسيد هكا فهمتني
اتصلت به الحمد لله من جمعيه كبيره، معناها مشي الجمعيه كبيره اللي هي البقلاوه اللي قام بالمناسبه هذه. نحب نحيي تنجي. علاش علاش رئيس جمعيه في تونس هو السبب نتاع الفسخه شنو؟ علاش بطلوا؟ علاش بطل عبد العبسي النوسي؟ سبب فني كي تبعنا ما اقنعش اسعد الدريدي؟ لا لاسعد يحب، لاسعد استغرب. تحب نقول لك حاجه؟ لاسعد استغرب، فهمتني كيفاش؟ فهمتني لاسعد يحب حسين تو لاسعد ما يعرفش حسين تدرب عندي في السيابي. في السيابي معناها كي تدرب عنده في السيابي معناها يعرف علاش جايب. صحيح فهمتني. اي شنو صار مال؟ علاش عبد السلام بطل؟ ما نعرفش. تعرف اكيد ما تحبش تقول. لا نعرفش. وموضوع هذا ما انا ربي معاهم. هم حسام مشى للملعب التونسي فريق البيات، في رئيس جمعيه محترم جدا وانسان متخلق ونعتبره منظمه، انظم من بعد ما هو ترجي منظم شيء غريب. سي جلال بن عيسى ما يخلي حتى شيء، تعاملت معاه في اربع ولا خمسه دوسيات في اربع خمسه سنين، عمره لنهار صار بيناتنا كلمه تعوذ بالله. يقول لك غدو سي غدو، موفر له السكن نتاعو، موفر له كل شيء في البقلاوه، وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله يتعدى المرحله يمشي لاوروب بعد البقلاوه. اي علاش ما قلت لي فسخ له عبد السلام اليونسي؟ انا تو ما نعرفش. باهي ملاعبي اخر من صفاقس كيف كيف تغشوا عليك عليه اللي هو محمد المسلمي. ايه محمد المسلمي تو بالله كنت نحكي قصه، نسمعك انا فيديو يعتذر فيه محمد المسلمي وهبطوا على الصفحه الرسميه نتاعه مني انا. ملاعبي سبوار خويا، جيب له اولمبيك مدنين متاسس عام 56. هي جمعيتي واللي هي الروح متاعي واللي هي معناها اكثر معناها من نتنفسها مدنين انا جمعيتي. كي ندخل ماتش نتخمر ننسى كل شيء. اي خاطر يقال حبيت تهربوا من صفاقس لاسبيرونس محمد المسلمي. طيب محمد المسلمي سامحني تو ترجي رياضي تونسي، ترجي رياضي تونسي، اذا تحب تاخذ محمد المسلمي معناها تاخذه تاخذه محمد المسلمي. غريت به الملاعب اليوم القاعد روحه مطيش. ماهوش مطيش، هو يعتذر. انا كان تدخل الصفحه الواحد يعتذر مني ويطلب في السماح وكل شيء. ما متقلق منك الملاعب هو؟ ماهوش متقلق. متقلق منك؟ ماهوش بيعتذر جمعتين التالي. ما نعرفش متقلق منك، اللي نعرفه متقلق منك. متقلق مني، جبت له مدنين، صحت له مدنين، قال لك نحب 30 مليون شيكات. انا في مدينه نعطي 30 مليون شيكات، رجع معاك قلت له قال لي 30 مليون ناخذ بهم سيمي، دخل مليون كل شهر. مش نعطيهم ملاعبي انا في 30 مليون. احنا اليوم في مدنين بعد العام نظفنا عام ناسيونال الديور نتاع ناسيونال ام لاعبيه ما ياخذوش اكثر من 30000 دينار في العام. واضح كي يبدا ملاعب هذا اساسي. فهمت به فلاش بوث مع وليد برحوم، زاد مواصلين الحوار نتاعنا مع وكيل اعمال، خلينا نعاودها المثير للجدل.